بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 168. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. أتينا في نهاية الحلقة الماضية على ما أشار إليه الشيخ رحمه الله من أن الأئمة العلماء يكرهون ما حدث من إجابة الداعين على طريقة خطأ وإن وجدوا أثر ذلك، وذكر قصة سمنون المحب وتعليق الجنيد رحمه الله على ذلك. قال هنا: وكذلك حكي لنا أن بعض المجاورين بالمدينة جاء إلى قبر إلى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتهى عليه نوعا من الأطعمة، فجاء بعض الهاشميين إليه فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لك ذلك وقال لك أخرج من عندنا، فإن من يكون عندنا لا يشتهي مثل هذا. وآخر قضيت حوائجهم ولم يقل لهم مثل هذا لاجتهادهم أو تقليدهم أو قصورهم في العلم، فإنه يغفر للجاهل ما لا يغفر لغيره، كما يحكى عن برخ العابد الذي استسقى في بني إسرائيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أفاض الشيخ رحمه الله في قضية أن حصول المقصود وإجابة الدعاء عند القبور أحيانا عند الأضرحة، والدعاء غير المشروع يحصل به المقصود أيضا، وأن الله قد يستجيب للكافر. كل هذه أمور لا تدل على صحة الطريق الذي حصل بسببها هذا الشيء، لأن ما خالف الكتاب والسنة فهو مردود ولو حصل به المقصود. نعم، ما خالف الكتاب والسنة مردود ولو حصل به المقصود. هذه هي القاعدة التي يجب أن تعرفها. نعم. وأما أنه تحصل مقاصد أحيانا بأشياء غير مشروعة، فهذا كما سبق إما أنه استدراج للفاعل، وإما أنه وافق قضاء وقدرا لا علاقة له بهذا الشيء، وإما أنه يجيب له اضطرارا لأنه مضطر، والله جل وعلا يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا. هذا هو القاعدة، والبقية أمثلة فقط. نعم. قال رحمه الله: ولهذا عامة ما يحكى في هذا الباب إنما هو عن قاصر المعرفة. نعم، الذين يستدلون بحصول المقصود على أنه مشروع، ما السبب الذي حصل بسببه هذا الشيء، إنما هو لقلة العلم، قلة المعرفة بالله عز وجل، وإلا فهذه الأشياء لا تدل على صحة دعاء غير الله. نعم. ولو كان هذا شرعا ودينا لكان أهل المعرفة أولى به. نعم، لو كان هذا شرعا ودينا لكان أهل المعرفة بالله وأهل العلم أولى به. فلما لم يحصل لهم هذا الشيء وهم أهل معرفة وأهل دين وعبادة، هذا دليل على أن وحصل لغيرهم ممن هو دونهم، فهذا دليل على أن هذا الشيء غير مشروع. نعم. نعم. ولا يقال هؤلاء لما نقصت معرفتهم ساغ لهم ذلك، فإن الله لم يسوغ هذا لأحد. الله جل وعلا لا يسوغ ما نهى عنه أبدا، ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أبدا. فلا يقال إن هؤلاء ساغ لهم ذلك لقلة معرفتهم، وأما أولئك الصالحون والأئمة فلم يحصل لهم، لأن الله وكلهم إلى دينهم وإلى عقيدتهم. فنقول المحرم محرم على الجميع. نعم. على العلماء وعلى الجهال وعلى الأخيار وعلى من دونهم. الحرام حرام على الجميع، والواجب واجب على الجميع، والمباح مباح للجميع. نعم. لكن قصور المعرفة قد يرجى معه العفو والمغفرة.
لكن من كان قاصر المعرفة ويكون جاهلا وليس بإمكانه أن يتعلم وليس عنده من يبين له، هذا قد يعذر ويعفى عنه. نعم. أما استحباب المكروهات أو إباحة المحرمات فلا نفرق بين العفو عن الفاعل ومغفرته له وبين إباحة فعله أو المحبة له. كونه يغفر للشخص بسبب من الأسباب لا يدل على إباحة ما فعله أو ما قاله، لا يدل على إباحته. قد يغفر له بسبب جهله، وقد يغفر له بسبب اجتهاده الذي تحرى فيه الحق ولم يوفق. نعم. لكن يبقى المكروه مكروها والحرام حرام حرام. نعم. سواء كان ذلك متعلقا بنفس الفعل أو ببعض صفاته. نعم. وقد علمت جماعة ممن سأل حاجته من بعض المقبورين، وقد علمت نعم، جماعة ممن سأل حاجته من بعض المقبورين من الأنبياء والصالحين فقضيت حاجته وهو لا يخرج عما ذكرته، وليس ذلك بشرع فيتبع ولا سنة. نعم. هو كما سبق أن حصول المقصود لا يدل على صحة الطريقة. نعم. وإنما يثبت استحباب الأفعال واتخاذها دينا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السابقون الأولون. الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله عز وجل، ولا يأتي بعد ذلك تحليل أو تحريم. فالحرام يبقى حراما على الجميع، والحلال حلال للجميع، والواجب واجب على الجميع. فإن قدر أن أحدا أخطأ فغفر له أو عفي عنه فهذا لسبب خاص، لا لأن هذا الحرام حل له أو أن هذا الواجب أسقط عنه، بل لأنه عفي عنه لسبب خاص، إما لجهله وليس عنده من يعلمه، وإما لاجتهاده الذي تحرى فيه الحق ولم يوفق له. نعم. وإما لكثرة حسناته. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وما سوى هذه من الأمور المحدثة فلا يستحب، وإن اشتملت أحيانا على فوائد. هذا تقدم وتكرر أنه لا يستدل بحصول الفوائد إذا كان إلى جانبها مضار تساويها أو أكثر منها، فهي ملغات، هذه الفوائد ملغات. نعم. قال: وإن اشتملت أحيانا على فوائد، لأن نعلم أن مفاسدها راجحة على فوائدها. هذه قاعدة، أن ما كان ضرره راجحا على مصلحته فإنه حرام. نعم. أو مساويا كذلك، لأن الدين إنما جاء بدفع المضار وتقليلها. نعم. وجلب المصالح وتكميلها. نعم. ثم هذا التحريم أو الكراهة المقترنة بالأدعية المكروهة، إما من جهة المطلوب وإما من جهة نفس الطلب، وكذلك الاستعاذة المحرمة أو المكروهة فكراهتها إما من جهة المستعاذ منه وإما من جهة نفس الاستعاذة، فينجون من ذلك الشر ويقعون فيما هو أعظم منه. نعم. إذا حصل لهم مقصوده من بعض الجهات فإن الضرر والإثم أكثر مما يحصل لهم من النفع، وما كان ضرره أكثر من نفعه فإنه حرام. نعم. أما المطلوب المحرم فمثل أن يسأل ما يضره في دنياه أو آخرته، وإن كان لا يعلم أنه يضره فيستجاب له، كالرجل الذي عاده النبي صلى الله عليه وسلم فوجده مثل الفرخ، فقال: هل كنت تدعو الله بشيء؟ قال: كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال: سبحان الله، إنك لا تستطيعه أو لا تطيقه، هل لا قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ نعم. المؤمن لا يدعو الله بالضرر عليه ويزعم أنه إذا حصل له الضرر في الدنيا فإنه أسهل عليه من الضرر في الآخرة، بل يدعو الله أن يخفف عنه في الدنيا والآخرة. الله جل وعلا قال: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فالإنسان يسأل الله المغفرة. فقول هذا الرجل: اللهم ما كنت معذبني به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، هذا اعتداء في الدعاء. وأجيب واستد به المرض وصار كالفرخ. فلو أن يعني الرسول لما رآه سأله: هل أنت دعوت بشيء؟ فقال له: نعم، دعوت بهذا الدعاء. فالنبي أنكر عليه
وقال له هلا قلت نعم ربنا آتنا في الدنيا حسنة, آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. الإنسان يحسن الظن بالله عز وجل ويعظم الرغبة في الله عز وجل ويسأل الله المغفرة لا يسأله العقوبة, ويقول عقوبة الدنيا أهو أشد أو أهون من عقوبة الآخرة, بل يسأل الله أن يعفو عنه في الدنيا والآخرة, والله قريب مجيب سبحانه وتعالى. نعم. قال وكأهل جابر بن عتيك أبو عتيك لما مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا لأنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. نعم, المفروض والواجب عند المصائب وعند موت الأحبة أن الإنسان يصبر ولا يقول إلا خيرا. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأقارب جابر بن عتيك لما مات لا تقولوا إلا لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون, فإن قلتم شرا أمنوا على ذلك فاستجيب لهم, وإن قلتم خيرا أمنوا على ذلك فاستجيب لهم. فالمسلم يحسن الدعاء ويدعو بالخير ولا يدعو بالشر, ولكن كما قال الله تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. فالإنسان يدعو بالخير دائما وابدا ويحسن الظن بالله ويعظم الرغبة في الله ولا ييأس ولا يقنط من رحمة الله عز وجل مهما بلغ من الذنوب والمعاصي, فإن الله غفور رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. نعم, أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقد عاب الله على من يقتصر على طلب الدنيا بقوله فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق, فأخبر أن من لم يطلب إلا الدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. نعم, كانوا في الحج إذا انتهى موسم الحج وأرادوا الانصراف يدعون الله عز وجل, فمنهم من يقتصر دعاؤه على الدنيا من يقتصر دعاءه على الدنيا, فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق, يدعون الله يقول اللهم اجعله عام خصب وعام خير وأعطنا كذا وأعطنا كذا في الدنيا. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هؤلاء هم أهل الخير الذين طلبوا خيري الدنيا والآخرة, أما من اقتصر على الدنيا فقط فإنه مذموم. نعم. قالوا مثل أن يدعو على غيره دعاء منهيا عنه كدعاء بلعام بن باعور على قوم موسى عليه السلام. نعم, كدعاء بلعام بن باعور العالم من بني إسرائيل لما دعا على قوم موسى, فالله سبحانه وتعالى استجاب له ولكنه غضب عليه ولعنه ومسخه وانسلخ من آيات الله عز وجل وشبهه بالكلب تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فالكلب دائما يلهث ولو كان في ظل, لو كان في ظل وهو أيضا باسط ذراعيه ومرتاح فهو يلهث, مثل ما إذا كان يعدو فإنه يلهث. فهذا الرجل صار مثل الكلب نسأل الله العافية بسبب فعله وجريمته, مع أنه عالم من علماء بني إسرائيل وكان مجاب الدعوة. الله المستعان. نعم. وهذا قد يبتلى به كثير من العباد, فإنه قد يغلب على أحدهم ما يجده من حب أو بغض لأشخاص فيدعو لأقوام على أقوام بما لا يصلح فيستجاب له ويستحق العقوبة على ذلك الدعاء كما يستحقها على سائر الذنوب. نعم, فيستحق العقوبة مع أنه استجيب له, فهذا دليل على أن الاستجابة لا تدل على صحة ما فعله, لا تدل على صحة ما فعله. نعم. فإن لم يحصل له ما يمحوه من توبة أو حسنات ماحية أو شفاعة غيره أو غير ذلك وإلا فقد يعاقب. نعم, فهذا مخطئ على كل حال, وقد يدفع الله عنه العقوبة إما بسبب كثرة حسناته وإما بدعاء الصالحين له وإما بغير ذلك من الأسباب, ولولا هذه الأسباب التي جعلها الله لهلك هذا الشخص. نعم.
قال وإلا فقد يعاقب إما بأن يسلب ما كان عنده من ذوق طعم الإيمان ووجود حلاوته فينزل عن درجته، وإما أن يسلب عمل الإيمان فيصير فاسقا، وإما بأن يسلب أصل الإيمان فيصير كافرا منافقا أو غير منافق. نعم، هذا أشد العقوبات، أن العقوبة إذا نزلت في القلب فإما أن يسلب من الإيمان ويصير كافرا، وإما أن يسلب حلاوة الإيمان فيصير لا يجد للإيمان لذة، وإما أن يسلب عمل الإيمان، وإما أن يسلب كمال الإيمان فيصير إيمانه ضعيفا وناقصا، وهذا أشد العقوبات، هذا أشد مما لا أصيب في نفسه بالمرض أو ماله أو ولده، فإن مصيبة القلوب أشد. قال تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، فعلى المسلم أن يسأل الله العافية وأن لا يدعو إلا بخير، لا حتى لا يدعو على نفسه ولا على ولده إلا بخير لئلا يصادف وقت إجابة كما جاء في الحديث. فالإنسان يحسن الظن بالله ويرجو رحمة الله ويصبر على ما أصابه. نعم، ذكرت هنا يا شيخ قول الله تعالى يحول بين المرء وقلبه، ربما بعض السامعين وده يعرف تفسير هذا. نعم، أن الله جل وعلا يحول بين المرء وقلبه كما في حديث يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قالت له عائشة أتخاف يا رسول الله؟ قال وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاف على قلبه أن يحول الله بينه وبينه بالعقوبة فيفسد عليه قلبه. نعم. وما أكثر ما يبتلى بمثل هذا المتأخرون من أرباب الأحوال القلبية. نعم، هذا إنما يأتي مع الجهل وضعف الإيمان والغرور، ويأتي مع الغرور بالنفس والغرور بالأعمال. أما السابقون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وأئمة أهل العلم فإنهم لا يحصل لهم شيء من ذلك لقوة إيمانهم ولأجل والتزامهم بالكتاب والسنة، وأما المتأخرون فلفشو الجهل فيهم والغرور قد يقعون في هذه الأمور المحذورة. نعم. قال بسبب عدم فقههم في أحوال قلوبهم وعدم معرفة شريعة الله في أعمال القلوب. نعم، يعني كثير من المتأخرين لا يعتنون بقلوبهم. نعم. يعتنون بمظاهرهم وبمظاهر العبادات والطاعات لكن لا ينظرون إلى قلوبهم وتأثرها بمحبة الله ومحبة رسوله وقوة الإيمان واليقين فيها، قليل من ينتبه لذلك. نعم. وربما غلب على أحدهم حال قلبه حتى لا يمكنه صرفه عما توجه إليه. قد يغلب عليه قلبه بالانحراف عن الطاعة ومحبة الشهوات والرغبة في المحرمات فلا يستطيع رده إلى ما كان عليه، فعلى الإنسان أن يعتني بقلبه لأن القلب هو محل نظر الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نعم. قال فيبقى ما يخرج منه مثل السهم الخارج من القوس، وهذه الغلبة إنما تقع غالبا بسبب التقصير في الأعمال المشروعة التي تحفظ حال القلب. نعم. ويؤاخذ على ذلك. القلب عليه مدار عظيم، فعلى المسلم أن يعتني بقلبه وأن يدعو الله أن يثبت قلبه على الإيمان، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم. فيؤاخذ على ذلك، وقد تقع بسبب اجتهاد يخطئ صاحبه فتقع معفوا عنها كما سبق. نعم. ثم من غرور هؤلاء وأشباههم اعتقادهم أن استجابة مثل هذا الدعاء كرامة من الله تعالى لعبده وليس في الحقيقة كرامة. نعم، بعضهم يتجاوز إلى أن يعتقد أن حصول هذا المقصود حينما يدعو عند القبر أو يدعو الميت ويحصل له مقصوده أن هذه كرامة للميت، أن هذه كرامة للميت، والكرامة هي الأمر الخارق للعادة. فإن كان الأمر الخارق للعادة على يد نبي فهو معجزة، وإن كان الأمر الخارق للعادة على يد ولي من أولياء الله فهو كرامة، وإن كان الخارق على يد فاسق أو كافر فإنه خارق شيطاني.
فالخارق للعادة ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة لا رابع لها. فيظن من دعا عند القبر أو دعا الميت أن حصول مقصوده أنه كرامة للميت، ويقول هذا من كرامات الأموات ومن تأثير أرواحهم ومن سرهم إلى غير ذلك، وهذا غرور من الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإنما تشبه الكرامة، أي هذه الإجابة في دعاء غير مشروع، من جهة أنها دعوة نافذة وسلطان قاهر، وإنما الكرامة في الحقيقة ما نفعت في الآخرة أو نفعت في الدنيا ولم تضر في الآخرة. نعم، الكرامة ما جرت على يد مؤمن تقي. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله الذين قد تجري على أيديهم كرامات، إما لحجة في الدين وإما لحاجة بالمسلمين، هذه الكرامات الصحيحة، وهي سببها الإيمان والتقوى، وليس سببها الفجور والفسق والبدع كما أو دعاء غير الله كما يظنه هؤلاء. نعم. قال رحمه الله: إنما هذا بمنزلة ما ينعم به الكفار والفساق. نعم. نعم. ينعم به الكفار والفساق من الرياسات والأموال في الدنيا، فإنها إنما تصير نعمة حقيقية إذا لم تضر صاحبها في الآخرة. نعم، فالكرامة تنفع في الدنيا ولا تضر في الآخرة، أما الخارق الشيطاني فقد ينفع في الدنيا لكنه يضر في الآخرة. نعم. قال: ولهذا اختلف أصحابنا وغيرهم من العلماء هل ما ينعم به الكافر نعمة أو ليس بنعمة، وإن كان الخلاف لفظيا. قال الله تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ما ينعم به الكافر لا يخلو من أحد حالين، إما أن يكون سببه طاعة فعلها الإنسان أحسن الكافر إلى غيره، فالله يجازيه في الدنيا ويعجل له ثوابه في الدنيا، فقد يحصل من الكافر بعض الإحسان فيثيبه الله في الدنيا، لكن ليس له حظ في الآخرة. أما المؤمن فقد لا يحصل له شيء في الدنيا، لأن الله ادخر له ثوابه في الآخرة، وقد يحصل له في الدنيا وفي الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذه من ناحية، قد أن ما يعطاه الكافر تعجيل لحسناته في الدنيا، وقد يكون ذلك استدراجا له لا لحسناته، وإنما هو من باب الاستدراج. قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. قال سبحانه: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال سبحانه وتعالى: حتى إذا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هذا استدراج من الله، كما قال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. نعم. وفي الحديث: إذا رأيت الله ينعم على العبد مع إقامته على معصيته فإنما هو استدراج يستدرجه. نعم، هذا من النوع الثاني، أنه استدراج. نعم. ومثال هذا في الاستعاذة قول المرأة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخطبها فقالت: أعوذ بالله منك، فقال: قد عذت بمعاذ، ثم انصرف عنها، فقيل لها: إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: أنا كنت أشقى من ذلك. أخرجه البخاري. هذه قصة وردت في الصحيح أن عمرة الجونية جاء أبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة جميلة، فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت ضراتها: قولي إذا دخل عليك، إذا كنت تريدين أن يحبك فقولي إذا دخل عليك أعوذ بالله منك. خدعنها بذلك،
فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك، قال صلى الله عليه وسلم لقد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك. فندمت عند ذلك وعلمت أنها قد مكر بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استعاذت بالله أعاذها، لأن في الحديث من استعاذكم بالله فأعيذوه. نعم. قال رحمه الله: وأما التحريم من جهة الطلب، هذا ذكره في الاستعاذة التي قد تنفع وتضر. نعم. قال رحمه الله: وأما التحريم من جهة الطلب فيكون تارة لأنه دعاء لغير الله، وهذا أفاض فيه الشيخ، ونستأذنكم شيخنا ندعه لحلقة القادمة لانتهاء وقت هذه الحلقة. أيها الإخوة المستمعون، إلى هنا نأتي إلى نهاية وقت هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت أخي عثمان بن عبد الكريم الجويبر. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.